فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المعصية يا إخوة لها حرقة، والله 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 ليس في المعصية سعادة، والله ليس في المعصية راحة. المعصية نار، المعصية تحرق الأجواف. فهو هنا عندما يصل رحمه ولكنهم يقطعونه، هو يفعل طاعة فهو في سعادة، وهم يفعلون معصية فتحترق أجوافهم ويحصل لهم الشقاء، كأنما يسفون الرماد الحار. تصور أن إنسانا يأخذ الرماد الحار فيسفه بدون ماء، ماذا يحصل له من ألم، وماذا يحصل له من احتراق جوفه. إذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطاع الله أسعده الله، ومن عصى الله أشقاه الله.